طيب نجي نشوف حديد التسليح، راجعنا الفونشن شير، راجعنا المساحات، كده بقى عندنا ما في أي مشاكل في القواعد. نجي ليه حديد التسليح من هنا، زيه زي السقوفات. حديد التسليح في القواعد زيه زي السقوفات. هنا هنقول له فاينايت إليمنت انفورس هنا تيبيكال يونيفورم بار. هنا هنقول له طيب نحن دايرين اول حاجه نسلح البوتوم، ليه؟ لانه اغلب القواعد حقتنا قواعد منفصله، نسلح البوتوم. طيب قبل ما نمشي في التسليح، في حاجه انا نسيت انبهكم لها، انه في بالنسبه لللايف لود، اللايف لود الحموله الحيه نحن كان دخلناها 1.5 بالنسبة للأسطح اللي فيها حركة، و 0.75 بالنسبة للأسطح الما فيها حركة. لكن ده بالنسبة للكود البريطاني، لكن الكود الأمريكي بيقول لنا، الكود الأمريكي من هنا نوريكم الكود الأمريكي. الكود الأمريكي بيقول إنه الكود الأمريكي بيقول إنه اللايف لود بالنسبة للمباني السكنية 2 اللي فيها حركة، والما فيها حركة بناخدها 1.5. هي أساسا يعني هذه اللي الريزيدنشال بيلدينجز هنا، all other areas except stairs، all other residential occupancies private rooms and corridors serving them room اللي هي public rooms دي هسي ما تابع علينا. طيب نحن هنا دي اللي بتهمنا، دي اللي بتهمنا ال 1.92، نحن ناخدها 2 بالنسبة للمباني السكنية وللأسطح اللي فيها حركة. أما بالنسبة للأسطح ما فيها حركة زي مثلا غرفة السلم، السطوح لو ما كان فيه أعمال صيانة أو كده، بناخده كم؟ 1.5. فأنا حبيت أنبهكم للحاجة دي، لأنه أنا أصلا لما جيت في الإيتابس عدلتها، لأنه كان دخلنا اللايف لود 1.5 وأنا جيت عدلته ل 2 فوق ل 2. وفي الأسطح الثانية الروف وغرفة السلم 1.5. طيب الحاجة الثانية دايرة أنبهكم ليها، إنه التصميم بتاع القواعد أو تصميم المنشأ كامل، يعني هسه القواعد دي نحن صممناها كده بالطريقة، في قواعد جاتنا منفصلة وفي قواعد جاتنا شنو جاتنا مشتركة. زول تاني يقول لا والله أنا دي ما دايرة منفصلة، دي دايرة مشتركة، صح؟ ما غلط، دي ما دايرة مشتركة، دي ما دايرة منفصلة، دايرة مشتركة برضو، صح؟ ما غلط، لا دي ما دايرة منفصلة كلها، دايرة شريطية، ثلاثة دايرة يكونوا قاعدين على قاعدة واحدة، برضو صح. هنا ديل برضو، يعني شنو تصميم زول من زول ما غلط، لكن المهم تكون فاهم الكونسبت، المفهوم بتاع التصميم عموما، انت ليه هنا عملت كده وليه سويت كده وليه اخترت كده، ده شنو؟ ده هدفنا من الدورة التدريبية. يعني زول تاني ممكن يصمم القواعد دي بطريقة تانية وبرضه صح، لو متأكد من كل حساباتك وكل الأحمال الجاية من الأعمدة للقواعد صحيحة، وصممت القواعد دي بطريقة تانية تختلف عن الطريقة دي، برضه صح، ما في مشاكل. تمام. طيب نجي للتسليح. بالنسبة للقواعد المنفصلة، القواعد المنفصلة بتاخد طبقة واحدة بتاع التسليح اللي هي البطن، بتاخد طبقتين، القواعد المنفصلة بتاخد طبقتين بتاع التسليح بطن وطب في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان سمك القاعدة اتجاوز لنا 91 سنت أو 90 سنت، يعني بمجرد ما سمك القاعدة المنفصلة زاد من 90 سنت، طوال شنو؟ هنحتاج انه نحط التسليح بتاع طب. الحالة الثانية اذا كان عندنا لا مركزية في القاعدة بتاعتنا، يعني مثلا العمود والقاعدة ما قاعدين سنتر سنتر،
ولا مركزية تكون شنو أكتر من المسموح بيها. ما في لا مركزية مسموح بيها وفي لا مركزية يعني في لا مركزية بعدها بتحتاج تسليح عشان القاعدة دي تقدر تتحمل لنا اللا مركزية الحاصلة فيها. الحاجة أو الحاجة دي في تصميم القواعد المنفصلة واضحة في المانيوال. الحاجة الثالثة، إذا كانت عندنا حمولات جانبية، بمعنى إنه كان عندنا حمولات بتاعة رياح، حمولات بتاعة زلازل، دي بتأثر على الأعمدة وبتدخل لنا تأثيرها بتدخل لنا على الأساسات مباشرة. الزلازل والرياح بيتأثر تأثير مباشر وغير مباشر بين ال بشنو بيه الرياح والزلازل. الرياح بتأثر تأثير غير مباشر على القواعد اللي هي بتأثر على الأعمدة، والأعمدة بتأثر لنا على القواعد على الأساسات. تأثير مباشر بيجي من الزلازل، الزلازل مباشرة بتأثر لنا على القواعد اللي هي بتنتج أحمال أفقية أو جانبية بتكون على القواعد. في الحالة دي بنحتاج لتسليح بتاع طوب. طيب نجي للجنرال، نحن هنا ما عندنا قاعدة السمك بتاعي يتجاوز 91 سنت أو 90 سنت، وما عندنا لا مركزية وما عندنا حمولات بتاعة رياح. طيب البطن نجي نختبر البطن ب φ 12 مثلا كل 200، بطن في اتجاه اكس ما مباصي، كل 150 برضو ما مباصي، نقول 16، ديل الاثنين باصوا لنا بفاي 16 كل 150، ديل باصوا بفاي 16 كل 150، نشوف مثلا 20 ملي كلهم بطن باصوا لنا بفاي 16 كل 150، نشوف كل 200، ديل باصوا ديل الاثنين ديل باصوا لنا بفاي 16 كل 150. دي ودي ودي والأربعة الفوق ديل باصوا لنا بفاي 20 كل 200 بطن. أما الباقين ديل باصوا لنا بفاي 20 كل 100 كلهم ديل وديل ودي المهم باصات ديل كلهم باصوا لنا بفاي 20 كل 200. ده بالنسبة للبطن في اتجاه اكس. نجي للبطن في اتجاه واي، نشوف فاي 16 كل 150 اللي هو ديل برضو في اتجاه اكس وواي، تسليحهم واحد. دي باصت معاهم لكن في اتجاه واي، في الاتجاه ده ممكن تتسلح بفاي 16 كل 150، اما في الاتجاه ده بتتسلح بفاي 20 كل 200. الباقيين ديل ما باصوا لسه، نجي نشوفهم بفاي 20 كل 200، وعشرين كل 200 ديل باصو ديل باصو ودي ودي 4 5، وعشرين كل 150 في كتار باصو كل 100، ديل ممكن شنو ديل ممكن نخليهم بفاي 20 كل 200 ونعمل تسليح إضافي في منطقة العمود اللي هي التلت من العمود. نعمل تسليح إضافي في منطقة العمود دي هنا برضو، بما إنها قاعدة مشتركة لازم نعملها تسليح إضافي في منطقة العمود، زي السقوفات. السقوفات بنعملها تسليح إضافي وين؟ بفوق في الطب. هنا في القواعد التسليح الإضافي بيكون في البطن معكوس، لأنه ردود الفعل بيكون جاية من التربة تحت. هنا برضو محتاجين لتسليح إضافي اللي هي القواعد دي هتتسلح فاي 20 كل 200، وهيتعمل لها تسليح إضافي فاي 20 كل 100، يعني بين كل سيختين 20 ملي، هيكون عندنا سيخة واحدة 20 ملي. ده بالنسبة لي البطن. طيب بالنسبة للطب اللي عندنا القاعدتين ديل باي 12، نشوف باي 12 كل 200، ديل الاثنين ما فيهم مشاكل ممكن يتسلحوا بباي 12 كل 200، نشوف دي كل 150 كل
مية نشتغل مثلا بغاية 16، كل 200، كل 100 لسه غاية 20، كل 200، كل 100. طيب ديل الطب بتاعهم باي 12، كل 100. دي باي الطب والبطن بتاعها باي 20، الطب باي 20، كل 100. والبطن بتاع باي 20، كل 200 مع تسليح إضافي في مناطق العمود باي 20، كل 100. يعني التسليح الإضافي والطب باي 20، كل 100. التسليح البطن العادي باي 20، كل 200. نجي لاتجاه واي، نشوف باي 12، كل 200. ديل التسليح الطب باي 12، كل 200 بباصو. دي شكلها برضو ما حتباصي إلا كل 100، كل 100 حتى باصت. ده ما يخص التسليح بتاع القواعد. بالنسبة للقواعد المنفصلة، عرفنا كيف بنختار أبعاد القواعد، عرفنا كيف بنختبر مساحات القواعد، عرفنا كيف بنختبر البنشن شير للقواعد، وعرفنا كيف بنسلح القواعد، وبتين بنسلح القواعد المنفصلة بوتوم ساي، وبتين بنسلحها بوتوم وتوب. القواعد يعني أي غلطة فيها، أي غلطة فيها بتسبب كارثة. القواعد ممكن تتصمم بكذا طريقة. القواعد دي قلنا ممكن أنا صممتها بالطريقة دي، يجي زول تاني لا يصممها بطريقة تانية، يعمل لي دي قاعدة مشتركة، دي قاعدة شرطية، دي قاعدة مشتركة، دي مشتركة كده. عرفنا في برضو عرفنا المسافات بين القواعد، إنه بيتين بنقلب القاعدة من منفصلة لمشتركة، وبيتين بنخليها زي ما هي. عرفنا برضو المسافات بين القواعد، مفترض ما تتجاوز لينا كم. الحاجات دي كلها احنا عرفناها في محاضرة الليلة، تصميم القواعد. وبكده نكون انتهينا من دورة التصميم الإنشائي باستخدام برنامج الإيتابس والسيف والبروكن. أتمنى إنه الناس تشتغل تطبق، لأنه لو ما طبقت والله العظيم لو قعدت تحضر الفيديوهات ساي بدون تطبيق ما هتستفيد. لازم تطبقوا يا جماعة، لازم تطبقوا. يعني في البداية ممكن تحضر الفيديوهات ساي، بعد ذاك لازم تطبق، تكون بتحضر وبتطبق عشان تستفيد أكتر وتعرف كيف تعمل الحاجة، ما بس تعاين حاجة نظرية، ما بس تشوف بالنظر. وبالتوفيق لكم في كل الجاي إن شاء الله. السلام عليكم. أتمنى إنه أكون يعني قدمت حاجة تفيد الناس، وبجد يعني أنا حبيت إني أنا أخدمكم أنتوا ناس دفعة 41. ليه؟ لأنه أغلب الدفعة الفاتت تقريبا، ما متأكدة لكن تقريبا كده 100 دفعة، 35 أو 36 بقوا ما شغالين إيتابس، ما شغالين لهم برامج في الجامعة، ما شغالين لهم سوفت وير كده. الحقيقة دي حبيت إني أقدمها لكم كخدمة تستفيدوا منها. الفيديوهات دي ممكن تحتفظوا بيها في أي وقت، أي زول عنده أي سؤال طوال شنو ادخل عليه في الواتساب، أو ممكن في الجروب بتاع المناقشات في الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله.